السلام عليكم. اليوم حعمل معكم تعليقة خروف العيد. اليوم كل الناس أهلا والفرح خير والناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الأشياء اللي حنحتاجها سيليكون خيطان بارد وعملنا أربع رجلين وحددناهم باللون البني والحمد لله كثيرا وقصرنا من الكرتون دائرة وطولها 30 سنتي متر وقصرنا من الورق الأبيض دائرة قطرها 30 سنتيمتر وعملنا راس خروف ورسمنا على العينين ورسمنا على التم وعملنا شعر للخروف على شكل غامق وحددناها باللون البني. هلا هعلمكم كيف تعملوا ورد بالفاين. هنحط 6 ورقات من الفاين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا وعلى ذرية سيدنا. وهيك حطينا 6 ورقات. هلا حنتنيهم بهذا الشكل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر ولله الحمد. وهلا حنربطهم بالخيط من النص وهيك بعد ما ربطناهم وهيك حيكون شكل الوردة النهائي. هلا حنقص الاطراف. وهيك زي ما تشوفين قصينا الاطراف وانا عملت طرف. هلا هعمل معكم الطرف الثاني. هنفصل كل ورقه عن الثانيه. وهيك جهز الورد. عملنا منهم 7 وردات. اللهم صل على سيدنا محمد. وهلأ لزقناهم على القاعدة. سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا. وحنحط بالنص أهلا وسهلا. وعلى أنصار سيدنا محمد. وعلى أزواج ولزقنا سيدنا رأس الخروف والشعر والرجلين. وهلا حنكتب بالنص اهلا وسهلا باللون اللي انتو بتحبوه. الله اكبر الله اكبر. هيك انا كتبت اهلا وسهلا بالعيد باللون الذهبي. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. الله اكبر الله باي.